مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من الموسم الثالث في تفضل قهوة. عاملين إيه؟ أتمنى تكون أيامكم كلها حلوة. يلا هاتوا فنجان قهوة وتعالوا أحكي لكم حكاية مجموعة قلاوون. مجموعة قلاوون هي تاني أثر مملوكي هتقابله في شارع المعز، وتعتبر أكبر وأهم المجموعات الموجودة في شارع المعز وفي مصر كلها، واسمها مجموعة لأنها عبارة عن جامع، مدرسة وضريح. وقبل ما نتكلم عن تفاصيل المجموعة، تعالوا نعرف مين هو السلطان قلاوون وعمل ايه لمصر وللمصريين. اسمه هو المنصور سيف الدين قلاوون، وملقب بالألفي، وده السعر اللي اتباع بيه، 1000 دينار، وده كان رقم كبير جدا لدرجة انه فضل مربوط باسمه طول العمر. وطبعا هو اتباع بالرقم ده بسبب حسن مظهره وقوته، وهو سابع سلطان من سلاطين المماليك. وكان سلطان مميز جدا لانه قدر يوفر حكم الاولاد واحفاده من بعده لمدة 100 سنة، مع ان دولة المماليك لا تعترف بتوريث الحكم، لكن يمكن الحظ او القوة خدمتهم. ده اللي هنعرفه مع بعض في بقية الموسم. المهم، المنصور قلاوون كان تركي الاصل، اتعلم فنون القتال وتمكن منها، وكان في الأصل مملوك من مماليك نجم الدين أيوب، ومن بعده مملوك للظاهر بيبرس البندقداني، لحد ما وصل للحكم بالحيلة والذكاء وأخده من ابن الظاهر بيبرس البندقداني، وبقى قلاوون هو السلطان. السلطان المنصور قلاوون كان معروف عنه شدته وقسوته، وأهم وأعظم انتصار قدمه لمصر إنه أول ما تولى الحكم سابه لابنه علي وراح بنفسه للشام يحارب باقي التتار، وفعلا انتصر عليهم انتصار عظيم جدا وقدر يخرجهم. وكمان السلطان قلاوون هو اللي عمل جزيرة الروضة المنيل، وبنى فيها قلعة عشان يعيش فيها مماليكه، وتسمى المماليك وقتها بالبرجية، نسبة للبرج او القلعة اللي عملها لهم قلاوون عشان يعيشوا فيها. ولحد دلوقتي في شوارع في المنيل باسماء مماليك هناك. والسلطان قلاوون ده أول واحد عمل سوق المحمل، الحفلة اللي بتخرج بيها كسوة الكعبة من مصر لمكة، وطول الطريق بيكون في احتفالات وتهليلات وطقوس معينة بتتعمل لحد ما بيوصلوا للحرم المكي. السلطان قلاوون بقى ما كانش معكنن عليه ومنغص عليه عيشته طول فترة حكمه غير باقي الوجود الصليبي في الشام، وعشان كده قرر انه يروح بنفسه يحاربهم، لكنه للأسف مات وهو في طريقه للشام، ورجعوا جثمانه للقاهرة عشان يدفن في الجامع بتاعه. أما بقى عن المجموعة، فهي بعد ما تمشي حبة في شارع المعز هتلاقي مكان واخد ناصية طويلة بواجهة مستطيلة مش هتشوف زيه تاني في مصر، والباب من الخشب المطعم بالنحاس والفضة، والأرض كلها في الجامع من الرخام الملون. لما تدخل من الباب هتلاقي زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت ممر طويل عشان تمشي فيه وترمي الدنيا كلها ورا ظهرك وانت داخل وتستنشق الهواء النقي. وفي الممر 3 أبواب، الأول على الشمال بيوصل للمدرسة اللي بتتكون من صحن أوسط مكشوف لتجديد الهواء والشمس كل يوم، وحواليها 4 إوانات أو مساحات للتعليم، كل واحدة منهم بتدرس مذهب من المذاهب الأربعة، الشافعي، المالكي، الحنفي، الحنبلي. أما إيوان القبلة أو الإيوان الرئيسي، وده اللي بيحدد اتجاه القبلة، ده بيكون فيه المحراب اللي بيصلي قدامه الإمام، وكمان في منبر من الخشب المطعم بالعاج والصدف، والسقف فيه بيكون خشب متلون باللون الذهب. ولما تطلع من المدرسة وتمشي في الممر هتلاقي أوضة على اليمين، ودي غرفة الضريح اللي مدفون فيها السلطان قلاوون، والأوضة دي اللي بيميزها وجود قبة كبيرة جدا من فوقها، وهي عبارة عن جزئين، جزء مكشوف وحاليا في مكت للمجموعة كلها، والجزء التاني ده اللي جواه غرفة الدفن نفسها اللي مدفون فيها السلطان المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد وكمان ابنه عماد الدين إسماعيل. ويفصل الأوضة دي حاجز خشبي جميل مطعم بالعاج والصدف، وفي الأوضة شبابيك من الإزاز المعشق بالجص اللي بتضيف للمكان روح مختلفة، والألوان تديك إحساس بخصوصية المكان. أما بقى البنورستان اللي هو مستشفى يعني بلغتنا،
بنات سلطان المنصور قلاوون عشان يكفر عن ذنوبه، لأنه كان خايف إن شدته وقسوته دي تزود ذنوبه، فقرر يعمل حاجة تمحي الذنب وتحوله لحسنة. وفعلا واضح كده ان نيته كانت سليمة، لدرجة ان البمارستان ده فضل شغال لحد دلوقتي وعليه اسم قلاوون، لكنه حاليا بيعالج العيون، لكن في الاصل كان للامراض العقلية وبعدها تحول لعلاج جميع الامراض، واخيرا لعلاج امراض العيون بس، والعلاج فيه بيكون بالمجان من يوم ما اتفتح لحد دلوقتي، العلاج بفلوس رمزية جدا. ويوم افتتاح البمارستان ده زاره السلطان قلاوون وشرب من المية اللي فيه، وقال انا عملت الوقف ده للملك والوزير والرجال والاناث والعبد والحر والجندي والامير والعمة وكل البشر. ومن يومها وهو مفتوح، مع ان كل المستشفيات اللي اتعملت زمان اتهدمت، لكن سبحان الله ده فضل موجود لحد دلوقتي، وتقدروا تزوروه وتترحموا على السلطان قلاوون. اما مئذنة الجامع مكونة من 3 اجزاء، الاول والتاني مربع، التالت اسطواني الشكل وعليه قبة صغيرة جدا بصلية، وبالمناسبة دي كانت المئذنة اللي بيشوفوا منها هلال رمضان لسنين وسنين. بس خلاص خلصت الحكاية، استنوني المرة الجاية وخليكم معايا، وما تنسوش تبصوا على المصادر وصفحاتنا في الديسكريبشن.